مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان النفايات الطبية. كمية النفايات الطبية الناجمة على المستشفيات العمومية والخاصة في المغرب كتوصل لأكثر من 21 ألف طن سنويا، منها 7000 طن خطيرة جدا، والأخطر عدم الوعي بعواقبها على الصحة والبيئة. تخلص من النفايات الطبية عن طريق الحرق كيعمل على تلوث الهواء وكينتج مادة الديوكسين لتضمنها الأدوية والإبر والأمصال والضمادات وكذلك القطع الآدمية ومواد مشعة. لهذا فمعالجة هذا النوع من النفايات كيتطلب البدء أولا بالفرز في مواقع الإنتاج، ثم تعبئتها ونقلها وإتلافها للتخلص من تبعاتها السامة على البيئة. نشوفوا الآن رأي مختص في تدبير النفايات الطبية بوزارة الصحة. تتكون النفايات الطبية على العموم من 85% من نفايات غير ضارة ممكن دمجها مع النفايات المنزلية، ومن 25% من نفايات طبية خطيرة تتطلب معالجة خاصة باش ما تشكلش واحد الخطر على الصحة وعلى البيئة. شنو هي التدابير المتخذة لتدبير ومعالجة النفايات الطبية؟ وزارة الصحة دارت واحد البرنامج الشامل لتمكين المستشفيات من إحداث وحدات لمعالجة هذه النفايات الطبية. هذه الوحدات تعتمد على ليبغوية وستيريليزاتور أو آليات السحق والتعقيم، والتي تعتبر حاليا من أنجع الوسائل للتعامل مع هذه النفايات. تبعا للقوانين المنظمة للقطاع الصحي كاين إلزامية حتى القطاع الخاص من إحداث طرق سليمة للتخلص من هذه النفايات، وتتحتم على جميع الشركات الخاصة العاملة في القطاع ديال معالجة النفايات الطبية الحصول على التراخيص من الجهات المعنية. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.